نوصل مرحلة ما نشوف أهلنا. هل ستشارك هبة الحسين في طاش مطاش؟ هلا وحقنا 40 سنة وده الوقت اللي ننتقم منهم. فمين أحسن من إلهام شاهين ونادية الجندي للمشاركة في الندوة اللي بتحكي عن دور المرأة في السينما المصرية خلال معرض فوميكس اللي بيقام ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون؟ لازم الدول ترعى صناعة السينما. وإلى جانبهم شارك كريم الشناوي وهبة الحسين. أنا شايفة الفيوتشر مبهر، قاعدة أستنى كذا كم سنة زيادة، حاسة نفسي حشوف أشياء فعلا مبهرة في المملكة. والظاهر إنها حنت للإعلام اللي بدأت فيه قبل التوجه للتمثيل. صراحة حنيت أكيد، أول شيء لأن دراستي تعرف أكيد هذا الشيء، وإحنا تناقشنا كثير في الموضوع. لقائك أنت كمذيع غير لما أنت تكون ممثل. المذيع يرتجل، يسترسل، يأخذ راحته أكثر، ممكن السكريبت يأخذ منه اللي يبي وهذه، لكن إحنا في التمثيل لا، تمشي على ناس، تمشي على أداء، تمشي على تحضير، وقت، جهد كبير. بنوصل المرحلة ما نشوف أهلنا شهرين، شهر ونص، ثلاثة. والإن لقائنا بيها تزامن مع انتشار خبر عودة مسلسل طاش مطاش، والإن أبرز أعمالها التمثيلية كانت مع ناصر القصبي على المسرح، كان لازم نعرف إذا هنشوفها معاه في رمضان 2023. الرجال هلا وحقنا 40 سنة وده الوقت اللي ننتقم منهم. أي صراحة، أول شيء ألف مبروك، كلنا سعيدين بعودة القديرين كلهم، الأستاذ ناصر القصبي وعبد الله السدحان. هذا شيء حنا نحترمه 12 سنة، والحين الحمد لله أهو صار وتم. إن شاء الله بيكون لي في مشاركة، مستحيل ما أكون في طاش لو كم حلقة بإذن الله. ودلوقتي جه وقت نستغل وجود عدد من أهم الوجوه الإعلامية السعودية ونتكلم عن مستقبل الإعلام في المملكة العربية السعودية والقسم الأكاديمي، بداية مع علي الغفيلي اللي اشتهر في تقديم برنامج MBC في أسبوع. أخشى أن يغضب مني أو أن يعتب علي الكوادر التعليمية لدينا، ولكني سأذكرها بكل أدب لأساتذتنا. أرجوكم حرروا طلبة وطالبات الإعلام من الجوانب النظرية إلى الجوانب الميدانية العملية. وعشان كده يمكن مالك الروجي اعتبر أن المرحلة الدراسية للقطاع الإعلامي مش ضرورية بقدر امتلاك الموهبة. ليش نضيق الإعلام ونقول أنه هذا إعلامي وهذا مو بإعلامي؟ طالما أنه هذول كلهم قاعدين يصنعون محتوى ويساهمون في توسيع دائرة الإعلام، بالعكس غيرتي كإعلامي يجب أن تنطلق في توسيع الدائرة بدلا من تقليصها. أما الدكتورة وعد عارف فما بتوافقوش الرأي. وإحنا ما نقلل صراحة من الأشخاص الموهوبين، فعلا في أشخاص يمتلكون هذه المهارات ويمتلكون الموهبة وهذا الشيء جدا جميل، لكن أيضا كمتخصصين هذا شيء إضافي لك وشيء جدا إيجابي لك، وبيسهل عليك النزول إلى الميدان. لما أنت بتدرس وبتتخصص في الإعلام أنت بتمتلك المعلومة، أنت بتمتلك خلينا نقول خلفية علمية، أنت بتمتلك الأساس والأخلاقيات المهنية، وإحنا صراحة في وقت بحاجة إلى هذه الأخلاقيات المهنية، خلينا نقول في عالم تقني فوضوي جدا. وبعد المسيرة الطويلة لشركة صدف في الإنتاج الصوتي والمرئي، كشف لنا المدير العام حسن عسيري عن خبر حصري. عندنا مشروع سينمائي مهم قاعدين نشتغل عليه بتركيز وبشكل احترافي وبخبرات عالمية مميزة. مهم أنه تجربتنا تكون قوية وواضحة، وإن شاء الله هذه هي.